نظم حزب الاتحاد ندوة تثقيفية وفنية في محافظة الإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. تأتي الندوة تحت عنوان الوعي السياسي والمشاركة بحضور لفيف من القيادات السياسية والحزبية بالمحافظة وعدد من كوادر الحزب، في إطار سلسلة ندوات توعوية ينظمها الحزب في العديد من المحافظات في سياق مشاركة الحزب في الفعاليات التي ترعاها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. عنوان لقائنا النهارده هو الندوه التثقيفيه للمشاركه السياسيه، بندعو بيها اطياف الشعب الاسكندري. ويمكن عنوان الندوه الاسكندريه تنتخب الرئيس، عنوان اخترناه لان فعلا عايزين الاسكندريه تبقى مشاركه ايجابيه فعاله. النهارده بنتكلم عن المشاركه السياسيه للمراه، بنتكلم عن القياده السياسيه. الرئيس عبد الفتاح السيسي ازاي كان داعم قوي للمراه في الفتره الاخيره.